الموجز والعاشرة، أهلا بكم. تفتتح بعد لحظات الندوة الجهوية للشركات الناشئة بالغرب الجزائري بوهران، وبالمناسبة من المنتظر أن يلقي الوزير الأول عبد العزيز جراد كلمة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد انطلاقا من العاصمة الجزائر. وقد تم تنظيم معرض على الهامش يخص المؤسسات الناشئة بالغرب الجزائري. ومتابعة لمستجدات الزلزال العنيف الذي ضرب ولاية بجاية مؤخرا، تتواصل عمليات التنسيق بين مختلف المصالح التقنية لمعاينة الأضرار، لا سيما الهيئة الوطنية لمراقبة البناء والموجودة في الميدان لحصر الأضرار على مستوى بعض البناءات، وهو ما بعث في نفوس ساكنة هذه المباني الاطمئنان والارتياح، حيث أحصت الهيئة أزيد من 300 مرفق متضرر صنف بين الخانة الخضراء والبرتقالية، فيما يواصل أعوان والحماية المدنية جهودهم لمرافقة المواطنين المتضررين والتكفل بهم، وهذا على مستوى كل النقاط المتضررة بالولاية بتسخير أزيد من 630 عون حماية. تختتم اليوم الطبعة الأولى لصالون الجزائر للكتاب بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، وشارك في هذه التظاهرة الوطنية التي تنظم تحت شعار الكتاب حياة 216 دار نشر، مع برمجة 24 فعالية بين ندوات أدبية ومهنية وجلسات توقيع للكتاب. تتواصل لليوم الثاني على التوالي الدورة التكوينية لفائدة 61 إماما وثلاث مرشدات دينيات منتدبين لمسجد باريس، والتي افتتحها أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي بتلمسان. ويتضمن البرنامج الثاني والأخير من هذه الدورة زيارة ضريح سيدي بومدين وتنظيم لقاء مع إطارات مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تلمسان وتسليم مقررات الإدماج للمعنيين في إطار عقود ما قبل التشغيل. دوليا، وفي القضية الصحراوية، نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة استهدفت من خلالها مواقع تخندق جيش الاحتلال المغربي بقطاعات الفرسية أم دريكة والمحبس. حسب البلاغ العسكري رقم 128 الصادر أمس عن وزارة الدفاع الصحراوية، هذا وجدد تحالف أوروبا الوسطى والشرقية للتضامن مع الشعبية الصحراوي في بيان نشر بالعاصمة المجرية التأكيد على التزامه بمواصلة نشاطاته التضامنية من أجل تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، مدينا بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة. في الملف اليمني، احتدمت المعارك بين قوات الجيش ومسلحي جماعة الحوثي في مدينة مأرب، حيث سمع دوي انفجار هائل وسط المدينة بعد إطلاق الحوثيين لصاروخ باليستي، كما شهدت المنطقة الغربية للمدينة معارك عنيفة أسفرت عن سيطرة الحوثيين على موقعين جديدين. وفي تعز، قال الجيش أنه تمكن من السيطرة على منطقة جبل جاشع الاستراتيجية في وقت تحدثت مصادر رسمية عن اختطاف موظفين حكوميين بمحافظة أبيان من طرف ميليشيات الحزام الأمني المتمردة. في ملف العلاقات الأمريكية الصينية، انتهى لقاء الحوار الذي جمع مسؤولي الدبلوماسية للبلدين منذ مجيء الرئيس بايدن في ألاسكا مساء أمس دون التوصل إلى أرضية اتفاق حول المسائل الخلافية بينهما. واعترف كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكان أن الحوار كان صعبا ومباشرا، فيما قال مسؤول الدبلوماسية في الحزب الشيوعي الصيني أن الحوار كان مباشرا وبناء. هذا وكانت جولة الحوار بين الطرفين قد بدأت أمس بحرب كلامية تبادل الجانبان خلالها اتهامات مباشرة.
عن جديد وباء كورونا حول العالم وبعد مد وجزر وجدل حول سلامة لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد 19، أكدت منظمة الصحة العالمية أن فوائده تفوق مخاطره وفق ما خلص إليه خبراؤها بعدما راجعوا بيانات السلامة المرتبطة باحتمال تسببه بجلطات دموية. يأتي ذلك بعد استئناف عدد من الدول حملة التطعيم باستعمال لقاح أسترازينيكا وتصريح وكالة الأدوية الأوروبية بأنه لقاح آمن وفعال. في إيسلندا أضيئت سماء الضاحية الجنوبية الغربية للعاصمة ريكيافيك مساء أمس بعد عودة نشاط بركان في المنطقة، حيث بدأ في إطلاق حممه وانبعث دخان كثيف من فوهته ما حمل السلطات على فرض حظر جوي مع وقف الحركة الجوية ومن وإلى مطار كيفلافيك الدولي. هذا وربط خبراء عودة ثوران البركان بوقوع آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة. في الرياضة، يشارك اليوم 250 عداء نصفهم من الإناث في البطولة الوطنية للعدوية الريفية المدرسي بتيارت، ويخص هذا السباق الذي سينطلق ابتداء من 9 صباحا على مستوى مضمار العدو بحي التفاح فئتي الأصاغر والأشبال. يذكر أن البطولة الوطنية كانت مسبوقة بالتصفيات الولائية والجهوية. كرويا الآن، حيث تلعب مباريات الجولة 19 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة، إذ يواجه اليوم اتحاد الجزائر فريق شبيبة تسكيدة، وهذا في افتتاح آخر جولة من مرحلة الذهاب، فيما تجرى باقي المقابلات غدا الأحد. نهاية الموجز، تحياتي تحيات الفريق العامل معي، في أمان الله.